هل تعتقد أنك تعرف كل شيء عن جسمك؟ انتظر لحظة، جسم الإنسان مليء بالأسرار التي ستذهلك. من عضلة يمكنها رفع سيارة إلى سر مدهش وراء القشعريرة. اليوم في عالم فاكتوبيا هنكشف مع بعض عن 10 حقائق مذهلة عن جسم الإنسان ما سمعتش بيها قبل كده. جهز نفسك لرحلة ممتعة ولا تنسى الاشتراك. يلا بينا. القلب يعمل كمحرك خارق. قلبك هو بطل خارق حقيقي. هل تعلم أن القلب يضخ حوالي 7.5 لتر من الدم يومياً؟ لو وضعت هذا الدم في زجاجات ستحتاج إلى 25,000 زجاجة يومياً، والأغرب يمكن لقلبك أن يستمر في النبض خارج الجسم إذا وصل بالأكسجين. تخيل قلباً ينبض لوحده على طاولة. الدماغ وذاكرة الفيل. دماغك أقوى من أي كمبيوتر، يحتوي على 86 مليار خلية عصبية، ويستطيع تخزين ما يعادل 2.5 مليون جيجا بايت، وده معناه إنك تقدر تحفظ كل فيديوهات اليوتيوب مرتين. لكن المفاجأة، إحنا بنستخدم كل أجزاء الدماغ وليس 10% فقط كما يشاع. القشعريرة لغز غريب. لماذا نشعر بالقشعريرة؟ ليس فقط بسبب البرد، هذه ردة فعل قديمة من أيام أسلافنا. عندما نخاف أو نشعر بالإثارة ينتفخ شعر الجسم ليجعلنا نبدو أكبر وأقوى. واليوم القشعريرة بتحصل عند سماع موسيقى رائعة أو قصة مؤثرة. العضلات وقوة خارقة. عضلة الفك هي الأقوى في جسمك، يمكنها توليد قوة تصل إلى 90 كيلو جرام. هذا يعني أن فكك يستطيع سحق عظام إذا أراد، ولحسن الحظ دماغك بيتحكم فيها لتندغ الطعام فقط أو ربما قضم قلم. العظام أقوى من الفولاذ. عظامك أقوى مما تتخيل. على سبيل المثال، عظام الفخذ أقوى من الخرسانة ويمكنها تحمل ضغط يصل إلى طن واحد. لكن المذهل، عظامك تتجدد كل 10 سنوات مثل هيكل جديد تماماً. الأنف والذاكرة السحرية. أنفك يستطيع تذكر 50,000 رائحة مختلفة. الروائح مرتبطة بالذاكرة أكثر من أي حاسة أخرى، وعلشان كده رائحة كعكة جدتك تعيدك إلى الطفولة فوراً. أنفك هو آلة زمن حقيقية. العين كاميرا خارقة. عينيك هما كاميرا خارقة. هل تعلم أن عين الإنسان تستطيع رؤية 10 ملايين لون مختلفة؟ وإذا كانت عينك عدسة كاميرا فستكون دقتها 576 ميجا بكسل. لكن الأغرب، عينيك بترمش حوالي 20,000 مرة يومياً، وده معناه إنك بتقفل عينيك لمدة ساعة كاملة دون أن تشعر. الجلد يجدد نفسه دائماً. جلدك هو بطل التجديد. كل 28 يوم بيتخلص جسمك من طبقة جلد ميتة وبيبني واحدة جديدة تماماً. طوال حياتك ستنتج حوالي 1000 جلد جديد، والمذهل جلدك بيحتوي على ملايين البكتيريا الصديقة اللي بتحميك من الأمراض. المعدة وأحماضها النارية. معدتك مصنع كيميائي خطير، تحتوي على أحماض قوية بما يكفي لإذابة المعادن مثل الحديد. لكن لا تقلق، بطانة معدتك تتجدد كل 3-4 أيام لتحميك من هذه الأحماض. هل تعلم لو تسرب حمض المعدة يمكنه حرق ثقب في السجادة؟ الرئتين وغابة الأكسجين. رئتيك هما غابة الأكسجين. كل يوم تتنفس حوالي 22,000 مرة،
وتستخرج ما يكفي من الأكسجين لملء 3 بالونات كبيرة. والأغرب، لو فتحت رئتيك ومدتهما ستملأان ملعب تنس. رئتيك تحافظان على حياتك دون أن تفكر فيهما. جسم الإنسان آلة مذهلة، أليس كذلك؟ من قلب ينبض كالبطل إلى رئتين تملأان ملاعب، هذه الحقائق تثبت أنك معجزة حية. أي حقيقة أذهلتك أكثر؟ اكتبها في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في عالم فاكتوبيا للمزيد من الحقائق المذهلة. إلى اللقاء في الفيديو القادم.